أم أحمد، ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازاي حضرتك؟ أهلا وسهلا، الله يخليك. ازاي اتفضلي حضرتك سؤال. الشيخ؟ الله موجود اهو. يحفظك ويبارك في حضرتك يا فندم، الله يخليك. الله يحفظك. اتفضلي سؤال حضرتك. بصي، بعد اذنك، مرات ابني خدت الذهب وخرجت بيه، ماشي، وقايله قدام قاضي عرسي وقدام شيخ البلد احنا واخدينه، بس هو لازم يدفعه تاني، ماشي. راحوا الشهود دولت قدام القاضي، فما اقتنعش بالكلام، قال ازاي انها تاخد تصرف 35 جرام على طفلين، ماشي. المهم هي حكمت عليه اتطلقت؟ بشهر سجن. نعم، هي اتطلقت؟ لا، لسه على ذمته لحد دلوقتي، بقى لها شهر، غضبانة يعني؟ بقى لها غضبانة سنه ونص. غضبان، وطالبة الطلاق ماشي. ولا عايزة ايه؟ لا، مش عايزه تتطلق، كانت ماشيه وسايبه عيل رضيع عنده اربع شهور واربع اسابيع، مشيت ليه؟ وخدته ومشت، مشيت وجت ليه؟ خدتهم بعربية المركز بعد 3 شهور، ماشي. القاضي حكم على ابني بشهر سجن ويدفع حق الذهب 65,000 جنيه. ايوه، حكم عليه ليه؟ عمل ايه ابنك فيها؟ ما هي اتهمته بسرقة الذهب وهي واخداه، والله واسية، قلت لك احنا معترفين، وما تقول احنا واخدين، طب بس لازم يدفعوا تاني. والامر في يد هي القضاء. طب فرضا هي مشيت 65,000 ليه؟ واخدتهم، فبتضحك قوي وفرحانة، طب يا ام دي احمد، مصيرها ايه عند ربنا؟ لا ثواني يا ام احمد، يا ام احمد ثواني، هي اتفضلي، انا مشيت مع ليه؟ حضرتك. زعلت ليه؟ زعلت ليه؟ نعم، حصل ايه؟ حصل ايه؟ ايه ايه زعلت ايه؟ عايزه تاخد ابني وتخرج بره، هو ابني الوحيد، ماليش غيره، تخرج بره فين؟ في بتقلع شقه بره، مش عايز تقعد معانا. عشان في حد بيضايقها ولا ايه؟ ما احنا بس مش حد بيضايقها، بتضرب ابنها، وانا بحب الولد قوي، فكنت بزعق لها عشان بتضرب الولد الكبير، روحوا فيا وانا روحوا فيه. وابنك معاها عامل ايه؟ ابني خلاص قال ده هي خانتني، يعني هي كانت نايمه في حضني وقامت خدت الذهب ومشت، و500 جنيه وموبايل بيتي، يعني مواويل كده، ماشي. دلوقتي يا شهر السجن ويدفع ابني 65,000، دبرنا ال 65,000 واخدته، فبتضحك قوي وفرحانه. هي مصيرها ايه قدام ربنا؟ والله 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 يا بنتي واخده الذهب ومشت، والذهب مش حاجه كتيره، ده 3 خواتم ودبله يعني، والله انا العظيم مش ثلاثة عارفه، انا واخدة مش يا عارفه ده بنتي. حكم القاضي على ايه. حكم القاضي لا على حضرتك، ايه؟ هي تقفل وانا هكلم ما حضرتك. ماشي اقتنعش بكلام الشهود، القاضي ما اقتنعش بكلام الشهود، لانه قال ماشي لهم احلفوا بالحق ان هي ما خدتوش، ما شافوهمش وهي خايفه وخارجه، الشهود ما شافوهاش وهي واخداه وخارجه، ايوه. بس اهلها اما خرجوا قالوا احنا الذهب عندنا، طيب بس هو لازم يدفعه تاني. طب اسمعي رد فضيلة الشيخ. وفضيلة الشيخ لا يعرف احمد ولا ولا يعرف مرات يزدحم ولا احمد ولا يزدحم. يعرف ام احمد، ما يعرفش حد، هو هيديكي في ضوء الشرع. بص يا فندم، اتفضل صلى يا على فضيلة سيدنا الشيخ. النبي صلى الله عليه وسلم. هو القضيه اللي حضرتك اتسالت عليها دلوقتي ان هو ايه، الزوجه خرجت غضبانه وخدت الذهب بتاعها على ما سمعنا من الطرف ده بس. فهي خدت الذهب وراحت اشتكت ان هي الذهب بتاعها ما خدتوش، والقاضي حكم على كذا. فخلاص القضيه يعني حكم، صدر حكم المحكمه، خلاص الموضوع منتهي. بس انا عايز اقول لام احمد وام محمد واسد احمد والدنيا كلها، ماليش علاقه بالموضوع ده، انا هعمم الموضوع. استاذ دعاء، هنعمم، هندي سؤال عام. قال صلى الله عليه وسلم، وبعدين المحكمه بتحكم باللي قدامها، ملهاش علاقه. قال صلى الله عليه وسلم، انما انا بشر، النبي صلى الله عليه وسلم، وانتم تختصمون الي، تتحاكموا عندي، فلعل احدكم الحن بحجته من الاخر. يعني ايه؟ بيعرف يتكلم، يعني محامي شاطر، يعني دفاع قوي، يعني دفاع قابض ويقلب الحق باطل والباطل حق. المحكمه ملهاش علاقه، المحكمة لها المحكمة قدامها الورق. حيثيات، الله يفتح عليك. عندها حيثيات، ايوه، هي مالهاش علاقة المحكمة، خدي بالك. المفروض يبقى في شهود، المفروض يبقى في كذا، ما فيش شهود، طب لا خلاص هتعمل وممكن ايه يجيبوا شهود زور، مثلا؟ المحكمة مالهاش برضو علاقة، اللي يشيل الشيلة اللي شاهد زور. فسيدنا النبي نفسه قال كده، النبي نفسه قال انما انا بشر وانتم ده رسالة لكل الناس المدافعين وكل المحاماة وكل الدنيا وكل اللي بيقول ايه ده، انا بلعب بالبيضة والحجر واعرف اجيب الحق مرة اتنين وتلاتة. لا يا باشا، يوم القيامة في محكمة. وقبل ما اقول حديث النبي او بعد حديث النبي، هقول قاعده تحفظوها. قال صلى الله عليه وسلم، انما انا بشر وانتم تختصمون الي، فلعل احدكم الحن بحجته من الاخر، فاقضي انا له بحق ليس له، مش بتاعه، فاذا فعلت فاكون قد قطعت له قطعه من النار، فلياخذها او فليدعها، حتى لو بحكم محكمه، حتى لو ضحكت على مراتك بحكم محكمه، حتى لو ضحكت على اخوك او على جوزك بحكم محكمه. محكمه الارض ملهاش علاقه بمحكمه السماء.
قال القاعده بقى ايه؟ يعني النبي عليه الصلاه نفسه. والسلام حتى لو حكم بناء على المعلومات اللي ايوه جايه الوارده اليه وبناء على انه تحريات. اتاثر بكلام حد، ايوه فبيحكم بناء على كلام الحد اللي هو جايله ده، ايوه فحكم له، فكانه بيديله حته من النار في ايده. ايوه وخدي بالك فيه حكم كده، المحكمة تقول يا فندم المنصة يقولوا ايه؟ ما تراءى لايه؟ لعقل المحكمة او لضمير المحكمة، ما استراح اليه ضمير الحاكم، ضمير القاضي، ليه؟ على الحيثيات اللي قدامه، مش هيقعد يلف، مش قضيته. فأنا بقول ايه بقى؟ خد القاعدة دي، إذ لم تجد عدلا في محكمة الأرض فارفع ملف قضيتك إلى محكمة السماء، فإن القضية محفوظة والشهود ملائكة والقاضي هو أحكم الحاكمين. طب أرفع قضيتي فوق إزاي؟ أقول حسبي الله ونعم الوكيل. رفعت القضية إلى السماء. وعايز أقول وربنا لحضرتك لن يظلم أحد فتيلة، في حديث ولا تظلمون فتيلة. شوف يعني في حديث يا فندم، وإن كان ليس له سند من باب الأمانة، بس أنا هستأنس بيه. قال الله في الحديث القدسي الصحيح، اللي مش الصحيح بقى، الذي لم أجد له سند، وعزتي وجلالي اشتد غضبي ثم اشتد غضبي ثم اشتد غضبي على من ظلم من لم يجد له ناصرا غيري. بس ده موجود في القرآن الكريم، موجود. انا ما يعني ده استئناس ده يعني له يعني القاعده استئناس يعني ايه؟ لولا ان له اصل مش هجيبه. صح طبعا صح وهيجي اصله، ما بعمرك ما جبت لا الحمد احاديث لله الحمد غير لله. صحيحه او غير وارده، لكن انه ربنا سبحانه وتعالى هيغضب، الله لا يحب الظالمين، ما هو ايوه صح دي في القرآن الكريم يعني قاعده اصيله.